نحن منذ الأمس في محلية المناقل وكان الطريق مقطوع بالكامل، والحمد لله أن تمكننا من العبور مساء الليل. واليوم نحن نساعد الأشقاء في السودان في عملية إنشاء المخيمات، كون دولة الإمارات وبالأخص الهلال الأحمر الإماراتي متمرس في هذا المجال، فنقف معاهم بعد ما دعمناهم بنوعية مميزة من الخيام في عملية إنشائها على أفضل المعايير العالمية من ناحية بنائها وكذلك الأمن والسلامة والمخارج والمداخل. وسوف كذلك نقف معهم ونساعدهم في عملية إجلاء المحصورين وتسكينهم في هذه المخيمات. اليوم طبعا راح نساعدهم في إنشاء مخيمين في هذه المحلية، وإن شاء الله كذلك في الأيام القادمة راح ننتقل إلى ولايات أخرى. دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في الهلال الأحمر الإماراتي متواجدة منذ أسبوعين، ووقفنا بأنفسنا على الأضرار وعلى الاحتياجات اللي موجودة، وتم دعم أولي تقريباً 150 طن من المواد الغذائية والإغاثية والإصحاح، وما زلنا نواصل الجهود بمكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمبالغ التي خصصها للإغاثة. ونحن نقف بأنفسنا وراح نشرف على جميع هذه المتطلبات والاحتياجات حتى تصل إلى مستحقينها.